بس انتوا عارفين بقى ناجي عطا الله كان احسن. انا العرف ده مش شايل دماغي بيك. لا ابو احمد في جنب يا جدعان. البت لا تشدين التاشة انتش حلوة الكيش بتاعك. طب هو يعني الواد ابن غدا عبد الرازق يعني عمل معاه ايه يعني اصل ايه يعني؟ انا شفت حركات كده ونظرات وابتسامات انا ما رضيتش اتكلم. شفت الحلقه بتاعت هيفا؟ على فكره طلعت فيها فشخ. طبعا انت ما شفتها يا عم. يعني هي كانت مربيه ايتام. ايه اللي طلعت فيها فشخ؟ يا ريتني كنت خفاش. رئيس مبروك اللعبة يا رئيس. انت مربي دقنك ليه يا رئيس؟ انت بتعمل زي الاخوان ولا ايه؟ بقيتكم فين؟ شويه في رابعه وشويه في مسلسلات رمضان يا ريس. والله شغالين ضحك وتهريج وكلام فاضي وسكت. افيهات بتترمي عليا عادي كده وسكت. محدش حاسس بالمصيبه اللي احنا فيها. اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي هيخليكم كلكم تخرسوا وانا بس اللي هتكلم. شيلوا القرف ده. إبليس الغرور الخداع عمال يصنع في طريق بديل للتدين. تدين مغلوط خالص. بعد ما يخلي الإنسان يبدأ يسمع لمرجعيات أي كلام. ناس بيتكلموا في الدين وممنوع أصلا هم يتكلموا ومش فاهمين هم بيقولوا إيه وشيوخ جوجل ومش عارف إيه والحاجات دي كلها. بيبتدي إن هو ينشئ حالة من التدين الظاهري بس. هو بيحب ينزع الشيء دايما عن أصله. يحب يغير طبيعة الأشياء. يحب يخلي الشيء من غير جوهر. ظاهر من غير باطن. زي ما بيعمل في الدنيا. يخلي الناس تعيش للدنيا من غير الآخرة. مع أنه المفروض يبقى في دنيا وآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وقنا عذاب النار دايما ده الباب. إيه رأيك؟ إيه ده يا ريس؟ الواد ده عارف الكلام ده إزاي؟ مين ده؟ الواد ده تبعك يا ريس. شكله كده وجه جديد. لو الراجل ده مش تبعك يا ريس يبقى في منا حد خايف. سوري. الواد ده برنس يا ريس. يخرب بيت عقله. انت اسلامه فاكر. وانت يا عم كمان بلد بتحيط كده ليه؟ اصل افتكرت حاجات جميله قوي. اقتله. وبعدين يا ريس احنا مش فاهمين حاجة. ما تفهمنا. من عام 2003 إلى عام 2013 ارتفعت نسبة ذكاء البني آدمين إلى 94%، مما ترتب عليه إنها اقتربت بدرجة كبيرة من نسبة ذكائنا، ويترتب على ذلك إن إحنا هيتقطع عيشنا إن شاء الله. دي نسبة ذكاء البني آدمين، ودي نسبة ذكائنا. زي ما احنا شايفين ان النسبة قربت قوي من بعض. الشياطين في ايران هينضروا والشياطين في تركيا هيتفشخوا والشياطين في محيط البحر الابيض المتوسط هيطلع ميتين اهاليهم. حفظ الله مصر. حفظ الله الجيش. ابتدى احس ان احنا في خطر بجد. لازم نلحق نفسنا باي طريقه. خدوا بالكم الموضوع مش سهل. محتاج دماغ وخطه عاليه. لا على فكره الموضوع سهل خالص. بما انهم مستوى ذكائهم عالي وخلاص قربوا مننا
احنا ما قلناش محتاجين بقى ان احنا نتخفى، بالعكس ده احنا هننزل لهم ونقرب منهم ونتعرف عليهم ونصاحب صاحبهم كمان. بالظبط كده، احنا لازم نرجع زي زمان ننفذ خطتنا واحنا وسطيهم. ايوه اولا.